بدي احكي ب الاري اللي دايما اللي عم بستعملها اللي هي numpy dot array اللي بنعملها عادة access فيها from numpy import as array. فهيدي الاري من بعد ما احنا نعملها اذا بتقول له print بيعملها print عادي، مثلا مثل مين، مثل هون الاكس مثلا، هيدا الاكس هو هو array من هول الاريات. فإذا بنقول له print بيعمل بيطبع. بس إذا بدك تستعمل ال مش عارف ايش مطبعها، ما مزبوط لأنه ما من الكور هي. فهلا صار عم يستخدمها فعلا، عم يطبع هي array عم يطبع بهالشكل. بس إذا بدك تستخدم هيدا print بهالأسلوب، هيدا مثلا percentage f أو percentage كذا، مثل ما استخدم percentage s مثلا، ما بيزبط انك تستعمل الاري اذا بدك تستخدم هيك. هيدا percentage بس انه كرمال تحدد مين هن ال elements. ف هيك حالة ايه، ف مثلا هون البست هو array كمان، ف بالprint هيك بيمشي الحال. بس اذا بدك تستعمل برسنتج ما بيحقل، ما مش حق لما تحول لها توليست، وما تنسى تحط البارنتيز بالتوليست حتى انه بلا بارنتيز هيك كون يمكن عم طلع عائلة للفانكشن. بس لازم توليست هي بيلت ان فانكشن بقلب النمباي. فأي نمباي اري فيك تستخدم له توليست، ساعتها بعدين فيك تعملها برسنتج. هيدا مثلا هلا برسنتج اف ما اخدها، برسنتج اس اخدها لانه هيدا الليست هي منا اري، يعني هي ليست فبتبعها كسترينج حتى نعطيها لهاي. او هيك هي ان كان بي سين از، وين هلا بدي ارجع اقول له هيدي اخدها، هي ان كان بي سين از هيك. اوكي فهيك مو عم حولناها لتو ليست. بس هيك هي بس هي بس للفورمات، يعني انه اذا حد بيعمل فورمات بده ما يستعمل نمباي اري، بده يحولها بيستعمل ليست العادي من دون نمباي. هيدا كل شيء.